رمضان رمضان خيرك جمعنا يا رمضان، شهر الخير والبركات، شهر الرحمة والغفران. كل عام وانتو بخير، أهلا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. اليوم حلقة جديدة من برنامج أهل الخير. نحن الآن متواجدون في حي الزيتون بمدينة غزة، ومن داخل أحد المنازل الأسر الفقيرة في غزة. دعونا نشاهد قصتهم وحكايتهم. ساكنين بيت بالأجار، والله أهل الخير يعني بيساعدونا وبدفعونا الأجار، يعني شهر بدفعوا شهر بدفعوش، وماشيين حالنا الحمد لله. الوضع تعبان، يعني الكسوة هي الكسوة مش قادرين نكسيهم يعني، والأكل بمشي. والله أهل الخير مش مسايبيننا يعني، في أنا إلي صحابات الحمد لله وبودوني وبعطوني، بس أنت غشيم يعني مش زي ما يكون رب الأسرة موجود يعني. طلبات ما بتخلص يعني، اللي بده يأكل كعك، واللي بده ينكسي، واللي بده نفسه في شغلة، واللي نفسه في هذا، واللي نفسه تمن تنفار. هدول يعني الله بيعلم الواحد كيف بده يقدر ربيهم يعني، ومش كسوة واحدة، تمن كسوات. والله شوف أقول لك، إحنا عشان أولاد يتربوا على القيل بنرضى بقليله يعني. لو واحدة طبخت من صحبات بتبعت لي صحن طبيخ، ما بعتت إيش من مشي في الموجود يعني. أيام كتير أحيان تجينا ناكل إيش مكان يعني، ولادي كلهم بصوموا ويأكلوا يعني ويمشوا، ونرضى بقليل ومشينا هالشهر كيف مكان. بطلب سكنة تقويني أنا ولادي، سكنة تقويني أنا ولادي، وما أحتاجش حد يدفع لي أجار دار لمدى طويل، أو يعني أتعذب، أو كل واحدة تقعد معي تقول إنه أنا بتدفع لي أجار دار. يعني أكيد هذا كله كلام بهين وبزعل. فيش أم بتتمنى لأولادها إلا الحياة الحلوة والعيشة الحلوة، لأنهم عاشوا المر وصبروا كتير، ما شافوش يوم حلو بحياتهم من صغيرهم لكبيرهم، كلهم تربوا على المأساة يعني، تربوا كبروا صاروا شباب والله بالمأساة وبالمر يعني. ما قلتش إنه يعني أغلب الأعياد بتيجي ما بنكسهمش يعني، بمشوها كيف مكان. حتى ولو انهم شباب بيطلعوا مع اولاد اعمام وهان وهان، وهدول تمن تنفار في رقبتي، لازم اعمل مستحيل ان انا اربيهم واعملهم بنفسهم لو حتى بقليلهم. ايش ما ربنا رايد انا بدي اعملهم اياه، لو ايش ما يكون. الصغار نفسهم في حاجات كتير، هدول انت عارف ايش العيد وموسم العيد، ونفسهم يجيبوا حاجات، نفسهم يجيبوا نعمل لهم كعك، نفسهم حاجات كتير، والحمد لله على المنى.
هاتوا محمد المتبرع غير إفطاره جاب لك مبلغ من المال كسوة للعيد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، إيش راح تحكي له؟ أول حاجة بقول له كل عام وهو بخير وجزاه كل خير والله يخليه ويعطينا، وإن شاء الله الله برزقه برزقنا، والحمد لله ويسلموا إيديه على كل حاجة بعتنا إياه، والحمد لله إنه إحنا في باله، وشكرا له إنه هو فرح الأطفال وفرحنا، والله هذا العيد غير أي عيد لأنه هو معانا، وشكرا له. شكرا لك وعيد سعيد إن شاء الله. متابعينا الكرام، نأتي الآن إلى نهاية حلقة برنامجنا، برنامج إحنا الخير من غزة، كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.